النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: طقس خريفي معتدل في عموم المناطق، واستمرار لليالي الباردة نسبيا خلال ساعات الليل، وحرارات أعلى بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. كالعادة، صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم منطقة بلاد الشام ومنها المملكة من الغيوم، باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي تشكلت خلال ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية. نذهب الآن وإياكم إلى خرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، حيث لاحظ استمرار تأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجة حرارة نستطيع أن نقول بأنها معتدلة، لكن هذه الكتلة تعمل على جعل الأجواء خريفية معتدلة لكن تميل إلى الحرارة نوعا ما خلال ساعات الظهيرة والعصر، ودرجات الحرارة تكون أعلى بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. يتوقع أن تستمر هذه الكتلة الهوائية بالتأثير على المملكة طيلة الأسبوع الحالي، وبالتالي خلال الأسبوع الحالي سيكون الطقس خريفي معتدل يميل للحرارة خلال ساعات الظهيرة والعصر، لكن يصبح بارد نسبيا خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس مائل للبرودة 19 درجة مئوية متوقعة مع طقس صافي طبعا. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 27 إلى 20 درجة مئوية، يوم الثلاثاء 28 إلى 20 درجة مئوية، نفس الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 28 إلى 20 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.